بسم الله. بصوا يا شباب، احنا كنا اتفقنا كده على كام مسألة نحلهم سوا، اللي هو مسألة رقم 40 ورقم 42، عشان بس في مجاميع ما لحقناش نحلها معاهم. فتعالى كده بسرعة نشوف الدنيا بتقول ايه. اولا مسألة، سؤال رقم 40 بيقول لك الجراف اللي قدامك ده اوبزيت جراف ريبريزنت ريليشن بتوين ديسبيسمنت اوف ذا بودي، ديسبيسمنت وايه تاني وتايم. حلو. if the average velocity، بيقول لك لو ال velocity ال average ده given equal 4 meter per second، الراجل بيقول لك ان ال velocity ال average بتساوي 4 meter per second. ماشي، جميل. then the instantaneous velocity، السرعة اللحظية at point x is a، السرعة اللحظية عند point x بكام. واحدة واحدة، هو خلي بالك مديك v average، عارف في افريج بتساوي ايه؟ توتال ديسبيسمنت. انا ماليش دعوه بالسرعه عند نقطه اكس دي خالص دلوقتي، توتال ديسبيسمنت على توتال تايم. يلا يبقى الفيلوسيتي الافريج انا عارف ان هي بتساوي توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. واحده واحده كده واعوض معايا. مبدئيا الفيلوسيتي الافريج مديها لك بكام؟ مديها لك ب 4 ايكوال توتال ديسبيسمنت. التوتال ديسبيسمنت قد ايه الراجل ده مشيها؟ الراجل ده مشي يا مستر من هنا لحد هنا مسافة اسمها دي، وبعد كده فضل واقف. يبقى توتال ديسبيسمنت اللي مشيها الراجل ده دي 1 على توتال تايم اللي مشي الراجل ده 3t. يلا ودي الناحية التانية كده، ودي الناحية التانية يطلع، او يعني خلي ودي بس التلاتة الناحية التانية، احنا عايزين بس التلاتة دي تروح الناحية التانية. يطلع ان دي 1 over t، هنودي التلاتة تضرب في الاربعة تبقى equal 12. كده معانا معلومة بتقول ان دي 1 على t بتساوي 12. ده اللي استفدته من اللي هو قال لي ال velocity average باربعة. يبقى velocity average بتساوي total ايه؟ displacement على total ايه؟ time. الراجل ده total displacement اللي مشيها، كل displacement اللي مشيها اهي دي 1، كل التايم اللي عدى 3t. ركز بقى معايا قوي 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 قوي. at point x، عند النقطة اللي اسمها x، عند النقطة اللي اسمها x دي، هو دي كلها اسمها d1 صح ولا لا؟ باين قوي ان النقطة اللي اسمها x دي في النص بالظبط. يعني عندك كانت مسافة قد ايه؟ d1 على 2 نص بالظبط، يعني half d1. وهنا في النص بالظبط يعني half t. هو عايز السرعة عندها بالظبط كام؟ تمام. يبقى السرعة عند النقطة اللي اسمها x بتساوي الديستانس عندها اسمها half d1، التايم عندها اسمها half t، كنسل هاف مع هاف يبقى لك دي 1 على t. وانت عندك اصلا دي 1 على t من هنا بكام؟ ب 12. يبقى السرعه عند اكس ب 12 متر بير سكند. سؤال 42 بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي ستار ولتكن دي الشمس، تمام، هتبعت النور الصبح لكوكب اسمه بيتا وكوكب اسمه الفا. قشطه، تمام. الكوكبين دول هيروح لهم النور. من وجهة نظرك كده، ادي مثلا الستار اهو، وادي الكوكب اللي اسمه الفا، وادي الكوكب اللي اسمه بيتا. تعال بس نفهم المسألة الاول قبل ما نحلها كمان عشان مسستمين نفسنا. واللايت دلوقتي هيتبعت لده وهيتبعت لده. بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، لو انا قلت لك ان الطول الكبير ده 20 متر والطول الصغير ده 5 متر، وسألتك المسافة بين الكوكب ألفا وبيتا كام؟ استنى، الطول الكبير كله 20، كل ده 20، والحتة دي بس 5. تقول لي يا مستر 20 ماينس 5 يبقى الحتة دي بكام؟ ب15 أكيد. قشطه. هو بيقول لك إيه بقى؟ النور الصبح، سيبك بقى من الأرقام السهلة اللي أنا قلتها دي، بس أنت فهمت يعني لو معانا الديسبيسمنت الكبيرة وواحدة من الصغيرين نقدر نجيب التانية. تمام. بيقول لك ايه؟ سرعة اللايت الـ velocity 3 times 10 power 8، velocity بتساوي 3 times 10 power 8 meter per second. وصل لكوكب ألفا في 15 منت، التايم 15 منت. تمام، معاك velocity و time، تعرف تجيب ايه؟ displacement. حلو. وصل لكوكب بيتا بنفس السرعة، طبعا الـ velocity بتساوي 3 times 10 power 8 meter per second، كده اللايت سرعته ثابتة. وصل لبيتا في ساعة، في تايم 1 اور. حلو قوي، حلو قوي. يعني الراجل ده وصل لألفا بسرعة كذا وتايم كذا، والبيتا بسرعة كذا وتايم كذا. من السرعة والتايم الأولانيين هجيب الديسبيسمنت بين الشمس وألفا،
ومن السرعة والتايم التانيين هتجيب الديسبليسمنت من الشمس وبيتا. تاني تاني، الشمس اهي والفا اهو وبيتا اهو. يلا تعالى لي بقى، تعالى لي. اول حاجة هنعمل ايه؟ الديستنس او الديسبليسمنت بتساوي فيلوسيتي في تايم. الفيلوسيتي 3 تايمز 10 باور 8، وعشان يروح لالفا خد 15 دقيقة، يبقى 15 في 60 ده هيديك الديسبليسمنت بتاعت الفا. طب 2 الديسبليسمنت بتاعت بيتا بتساوي فيلوسيتي في تايم، يعني 3 كاكا الشمس او اللايت سرعتها ثابت، سرعته ثابته، في ساعه، لا لازم بالثواني، الساعه نضربها في 60 كده بقت دقايق، نضربها في 60 ثانيه عشان تبقى ثواني. خلاص هتطلع الديسبليسمنت الاولى 2.7 تايمز 10 باور 11 متر، والديسبليسمنت الثانيه هتطلع 1.08 تايمز 10 باور 12 متر. يعني كده الديسبليسمنت دي طلعت 2.7 تايمز 10 باور 11 متر، والديسبليسمنت دي كلها طلعت 1.08 تايمز 10 باور 12 متر. احنا بقى عايزين ايه بقى؟ عايزين الديسبليسمنت دي. طب ما انا معايا الحمراء الكبيره دي كل دي معايا، ومعايا الصغيره دي، فاضل الباقي بس. اجيبه ازاي؟ دلتا دي اللي بتساوي 1.08 تايمز 10 باور 12 ماينس 2.7 تايمز 10 باور 11. ركز بقى معايا هيديك ايه الراجل ده، عشان بس مش موجود في الانسر. يعني هيديك 8.1 تايمز 10 باور 11، مش موجوده دي، مش هتلاقيها موجوده في التشوز، بس هتلاقي في التشوز 8.1 تايمز 10 باور 10. هي لو كتبت دي على الكالكوليتر هتديك نفس الاجابه. بس دول الحاجات اللي قلنا نحلهم كده سريعا عشان اللي ما لحقش يفهمهم في الحصه، او اللي ما لحقناش نحل معاهم الحصه الحاجات دي. بس